لطالما اعتبرت ميزة الشخص القادر على قراءة أفكار الآخرين استثنائية، وفي بعض علماء نفوا وجود هيك شيء. لكن اليوم سماعة ألتر إيجو بتقدم هالإمكانية لأي شخص، ببساطة سماعة قادرة على قراءة أفكارك. اتفق العديد من العلماء أن قراءة أفكار الآخرين تعتمد كثير على القدرة على التركيز، وهي ليست القراءة بالمعنى الدقيق بقدر ما هي قراءة المشاعر والحالة النفسية. يعني أكيد مو مثل ما عمل ميل جيبسون بهالفيلم. لكن معهد أمريكي للتكنولوجيا طور تقنية قادرة على معرفة الكلمات اللي بنفكر فيها من غير ما نحكيها أو ننطقها. الاختراع الجديد هو ألتر إيجو، بيشبه من ناحية المبدأ الأجهزة اللي بتحول الكلام المنطوق لمكتوب، لكن هو هون بيحول الكلام اللي بنفكر فيه لكلام منطوق، فكيف بيحسن يعرف بشو عم نفكر؟ الجهاز الجديد بيتألف من قطعة شبيهة بالسماعات بتتثبت على الرأس ومربوطة ببرنامج كمبيوتر لاستقبال الأوامر، وبتعتمد السماعة لقراءة الأفكار على مستشعرات بتلتقط إشارات عصبية وعضلية بمناطق معينة من الوجه، وبالتالي بيتم معالجة هاي الإشارات وترجمتها للكلمات بحيث إنه كل كلمة إلى إشارة عصبية معينة. بحسب الباحثين اللي نفذوا هالمشروع، فالسماعات بتاخذ الاشارات من 7 مناطق بالوجه، من جوانب التم وعلى الفكين، بالاضافه للسماعات المحطوطه ليسمع الشخص المعلومات. ومبدئيا الجهاز الجديد واللي لسه بيطور الدراسه والتطوير قادر على ترجمه الارقام من 0 إلى 9، بالاضافه لحوالي 100 كلمه. وبيقول المشرف على البحث بانه فريقه قام بالطلب من مجموعه كبيره من الناس قول عدة كلمات وهن مثبتين حساسات على وجوههم، وبهيك قدر الفريق انه يحدد اشارات محددة مرافقة لكل كلمة ومكان توليد هاي الاشارات، وبهيك بنحسن نقول انه صار عندهم مثل القاموس. بعد إخضاع الجهاز لعدة تجارب تبين أن دقته بقراءة الأفكار وصلت لـ 90%. الاختراع الجديد عمل ضجة بالأوساط العلمية، لا سيما أنه لسه إمكانياته مو معروفة بعد. فهل رح يكون حل مشكلة البكم ويمنحهم القدرة على إيصال أفكارهم للآخرين؟ كمان هالاختراع رح يوفر إمكانية للتواصل بين البشر والكمبيوترز أكبر بكتير من قبل، بحيث رح يصير الكمبيوتر أو الموبايل قادر حرفياً على قراءة أفكار المستخدم.